اللحظات الأخيرة، السلام عيناوي ولا لأهالي المملكة؟ هي اللحظات الأخيرة، علاج مسيطرة، تحركت علاج، سمحة تحاول ولكن علاج موسى عبد العزيز الموسى، الهلالي مسيطر، العيناوي قادم، الزعيم العيناوي والزعيم الهلالي، لكن خلاص سلام لأهالي المملكة، سلام مع وجود علاج على المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، موسى بن عبد العزيز الموسى، من انتصر، من فاز، من سجل هذا اللقاء الصباحي، أول الانطلاقات موسى بن عبد العزيز الموسى بقدوم علاج على المركز الأول. المركز الثاني الهدى حمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير، المركز الثالث محمد بن مشاهدينا متابعينا الكرام، علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره وصلت النصيبه بخيت بن علي بالخصواني المنصوري، المنصوري يتقدم، ياتي بو علي يتقدم من الجانب الاخر، بو ظفيره واهل الهير ولكن بالخصواني المنصوري ياتي بهذه الانطلاقات، المسك مشاهدينا الاعزاء والنصيبه والمسك ام الانجاز صاحبه الكاس في جائزه زايد الكبرى تستعد وتنطلق، بو ظفيره واهل الهير اسعد الله صباحك علي بن سالم بو ظفيره على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. المركز الثاني النصيبه لبخيت بن علي بالخصواني المنصور. إلى الصدارة، إلى ولده والله، أول يشواط المحليات، أول انطلاقات الجعدان المحليات الأصايل، ها هو ولده والله على المركز الأول وعلى الصدارة، يضيف هذا الإنجاز إلى إنجازاته السابقة في عالم الأصايل. تهانينا والناموس للدكتور سعيد بن سالم الشيخ على فوز ولده والله بالمركز الأول وبأول أشواط الميدان الذكي من تحفة ميادين السباقات من دانة الدنيا دبي. عيناوية السلامات، عيناوية بطريقة وأسلوب، هذا الشعار. تهانينا والناموس للدكتور سعيد بن سالم بن منال على المركز الثاني. المركز الثالث وصل مغطي أحمد بن ولكن الشبابي ينتزع هذا اللقاء. ذرغام حموده بن محمد بن حموده الاكتبي على المركز الاول، يا سلام يا راعي ذرغام، شوف المقدمه الى ذرغام مسيطر كل السيطره، حموده بن محمد بن حمود الاكتبي، يلا يا ابو حمدان تحرك على المركز الاول، ولكن شوف المركز الثاني منصور بن سيف بن سالمين المنصوري مع الشبابي، الا ان اهالي الذيد مسيطرين، اهالي الذيد في المقدمه، اهالي الذيد على المركز الاول، عندك يا بن حموده في المركز الاول، ها هو ضرغام حموده بن محمد بن علي بن حموده الاكتبي، تهانينا والناموس وسلام يا اهالي الذيد، سلام. اما المركز الثاني شبابي منصور بن سيف بن سالمين المنصوري، المركز المركز الاول هاملول حمد بن شطيط الوهيبي على المركز الاول على الانطلاق الاول، وسمية حمدان بن حمد بن ضعيف، ولكن تحدي من الجانب الاخر سهيل بن رملي العامري مع تحدي، ولكن خلاص المركز الاول الانطلاق الاخير، جولة الاوامر هاملول حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي يتقدم بالمركز الاول يعلن الفوز والناموس، ولكن تحدي لا زالت عند التحدي الأخير مع بالرملي الأمتار الأخيرة، سلام وتحية على هذا الفوز على هذا الانطلاق، حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي يعلن الفوز مع هاملولة في هذا الشوط تحدي في المركز الثاني، سهيل بن رملي بن محمد العامري المركز الثالث منه وصل. عيوب
الدرعية قادم مع سمحة، ياهي من انطلاقه، ياهو من تحدي شوط المهجنات، شوط المهجنات الأصايل لـ400 متر الأخيرة ما بين بالعود العامري وما بين بن منان المتحدي المتحدي والشاعر وبن معيوف الدرعية، قادم مع سمحة على المركز الثالث. ولكن اللحظات الأخيرة سلام زعبيل، سلام مرغم، تهانينا والناموس لمالك شواهين المتحدي سالم بسعيد بن منان الكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مع الشاعر، بن معيوف على المركز الثالث، وبالضعيف على المركز الرابع. قدم من صف من ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة، ينطلق بالمركز الأول وصدورة هذا الشوط. من صف هنا محمد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. هملولو يحاول لحمد بن طيب بن سالم الوهيبي، ولكن هنا الصدارة، هنا هملو منصف منصف هنا واللحظات الأخيرة منصف منصف هنا وهملول يحاول ومنصف مسيطر منصف وهملول الله الله اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة منصف وهملول يحاول هملول يحاول ومنصف منصف 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 هملول منصف هملول نترك الاثنين والمركز الثالث ناخذ المركز الثالث متعود سعيد محمد بن سالم الوهيبي وعلى المركز. وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور سياف سياف هنا لعلي بن محمد بن قناص العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني أشقر حمد بن علي بن شطيط لوهيبي، ولكن سياف هو الأقرب للفوز الأقرب للناموس. تهانينا من هذه اللحظات على هذا الفوز المميز لسياف العلي بن محمد بن قناص العامري. تهانينا تهانينا ولحظة اقترابه من خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل غازي عبد الله بن راهي بن خليفة بن حضروم وياتي الصافي. أحمد بن عبيد بن مبارك والقادمة صملة صملة قادمة، خالد بن عبد الهادي بن فهد بن طوفان، ولكن ما شاء الله النادر اندرت في الـ400 متر الأخيرة في الكيلومتر الأخير، نادرة في الأداء نادرة في الشكل ما شاء الله. هذه النادرة 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 شطيط بن سالم بن شطيط المالكي. سلام يا السلطنة سلام. تهانينا والناموس لهالي الدريز كافة لهالي الدريز كافة بالسلطنة على فوز النادرة في شوط المحليات الأصايل. تهانينا والناموس لشطيط بن سالم شطيط المالك المركز الثاني، سمحة لمبارك بن بطي بن مناخ الأخير للمركز الثاني. مراسيم مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي وغرنجية قادمة من خلال هذه اللحظات. خميس بن سعيد بن حمدان المنصوري، ولكن خلاص مراسيم يعني فوز على فوز ناموس على ناموس. هذه أصالتها هذه انطلاقتها هذه مراسيم، يعني هذا الموسم ما ذاق الطعم الهزيمة. هذه مراسيم أمامكم مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي بدون منافس، حلت بالمركز الأول، سجلت حضورها وتواجدها على ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس، تهانينا لمطر بن راشد مفتاح الشامسي. مراسيم مراسيم حققت الانتصارات في هذا الموسم، لم تزق طعم الهزيمة. شوطها العاشر وتحضر بالنواميس وسلام زاخر سلام. المركز الثاني بينونة.
أوبري والصاروخ، الصاروخ يحاول، هنا خميس بن عبيد بن سالم الراشدي، الراشدي هنا مع الصاروخ، من ينطلق في هذه اللحظات على الصدارة على المقدمة وعلى المركز هنا الأول والصدارة؟ الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي، أسبوع قبل أسبوعين فايز أيضا هنا ومسجل نقطة في نفس الشوط، في نفس الشوط هنا، وهو يأتي بهذا الانطلاق والتحدي. سلوم سلام سلام لمغافة، سلام على هذا الأداء الجميل للصاروخ، تهانينا تهانينا على هذا الفوز المميز الجميل لخميس بن عبيد بن سالم الراشد. المركز الثاني وصل الكايف خالد بن سعيد بن حرب العامري، وياتي شاهين خميس بن سعيد. وصدارة هذا الشوط شاهين، شاهين على الصدارة على المقدمة، يسيطر على زمام الأمور، ولكن أشقر 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 من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، علي بن حمد بن هزاع بشريدة، هنا المري من يطلق ذو اللحظات مع أشقر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا والمقدمة. معتاد من الجانب الثاني سالم بن عبد الله بن سالم بن نصرة العمري، ولكن معتاد 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 على الصدارة هنا، وأشقر أشقر 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 أشقر، سلوم 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 للرجان على هذا الفوز المميز، سهنينا لهنا لعلي بن حمد بن هزاع بشريدة. مع حجمة مع حجمة سهيل من قريع بالروس العامري، ولكن تظل الخبرة تظل الخبرة والأصالة في مقدمة الشوط، الواعي مسيطرة الواعي مسيطرة، الظبية تحاول الظبية تحاول، الواعي يا بن خموشة والظبية يا مسري يا بن العرطي، وحشمة سهيل من قريع بالروس العامري على المركز الثالث، ثنائية ثنائية عملاقة ثنائية عملاقة مع عملاق المرموم والعملاق العيناوي، اللحظات الأخيرة مظفر بن خموشة زريب العرطي زريب العرطي مظفر بن خموشة، السلام عيناوي السلام عيناوي، ولا للمرموم ولا للمرموم ولا للمرموم، مظفر مسري مسري مظفر مظفر مسري، ولكن ظفر مظفر بناموس هذا الشوط مع الواعية مظفر بن خموشة العامري. ولكن اعود الى الصداره الى المقدمه، الغيلاني الغيلاني وقع 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 هنا مع انطلاقتي وتحديات حاضرين، سلام السلطنه سلام سلام جعلان بني ابو علي سلام الغيلاني، ما شاء الله سلامي عليك يا ابو سالم، تسلم يمينك على هذا الضمر والانتاج المتميز الفاخر، ما شاء الله على هذه النهاية، حاضرين لأهالي السلطنة، حاضرين للغيلاني، حاضرين سيد بن سالم بن علي الغيلاني، حضر وأكد هنا حضوري حاضرين، ما شاء الله على هذا الانطلاق في اللحظة الأخيرة، المركز الثاني شعر بن حمد. هنا مطر بن عبد الله بن مطر المسافري القادم، ووصل ابو سالم وصل ابو سالم، هنا سالمين بن سالم بن سالمين العامري مع الفايز ايضا، قودم قادم الله الله الصداره، وشاهين على زال على الصداره على المقدمه، ولكن هنا كفو كفو يتسلل على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، كفو من ينطلق بالصداره وبالمقدمه، مطر بن عبد الله بن مطر لمسوفري على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط هنا، معلنا الفوز ومعلنا الناموس، تهانينا تهانينا ولحظة وصوله إلى خط النهاية بهذا الفوز المميز الجميل، المركز الثاني وصل الفائز سالمي. على
على المقدمة خليفة بن نصيب بن خليفة لخيالي على صدارة وأرى عاتي 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 مطر بن غانم بن مسر بن قوبعة المنصور من يقدمه هنا في هذه اللحظات الانطلاقة. الله الله عاتي وحبيب حبيب وعاتي الله الله التحدي الأخير هنا عاتي عاتي ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وعلى الصدارة عاتي منطلقا بصدورة هذا الشوط وهنا حبيب يحاول عاتي وحبيب حبيب حبيب عاتي حبيب ولكن حبيب الختم 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 تانينا خليفة بن نصيب خليفة لخيالي على هذا الفوز المميز عاتي في المركز الثاني مطر بن غانم بن مسر بن قوبعة المصوري. صبا قادمة صبا محمد بن راشد بن قحيد بن قحيد المهيري غير في هذه اللحظات قدم صبا على المركز الأول لأربعمائة متر الأخيرة سلام إلى زعبيل سلامنا إلى زعبيل إلى أبو راشد السلام إلى راعي صبا السلام ها هي صبا على المركز الأول يقدم إنتاج الفاخر محمد بن راشد بن قحيد المهيري تهانينا والناموس لأبو راشد لمحمد بن راشد بن قحيد المهيري على فوز صبا بالمركز الأول خاطفة شوطنا السابع عشر بأشواط الإنتاج شعر بن خزام على المركز الثاني المركز الثالث مع بن حلود. صدرت الأوامر صدرت الأوامر صاحت العصا بدت الأمور الأربعمائة متر الأخيرة ما بين المهجنات ما بين المهجنات الأصايل مع المركز الأول هذه مشهورة 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 على المركز الأول مشهورة بن خزام حمد بن عبد الله بن خزام على مقدمة الشوط من الجانب الآخر هقوة محمد بن عامر بن حليس العفاري وتدخل من الفيصلية ناصر بن قريع بن روس العامري ناصر بن قريع بن روس العامري ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر عاد عبد الله بن محمد بن زايد أهل الظفرة وانتزع ناموس الشوط بجدار مذيار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني. شرد بهذا الشوط روح بالصدارة روح بالمقدمة على المركز الأول محمد بن القرين بن علي العامري على المركز الأول وعلى الصدارة السلامات إلى مدينته العين إلى زاخر السلام إلى زاخر السلام إلى راعي شارد إلى راعي شارد تهانينا والناموس لمحمد بن القرين بن علي العامري على فوز الشارد بالمركز الأول خاطفا شوط المحليات الأصايل الإنتاج ما قبل شوط الختام بالميدان الذكي سلام زاخر سلام المركز الثاني وصل على المركز الثاني شعار الشرس المركز الثالث شعار يا سلام يا سلام الحذاف والدباوي الدباوي والحذاف بمفتاح وبن يزرب بمفتاح وبن يزرب يتقدمون مع هذه الانطلاقة مع هذا الاندفاع الحذاف مطر بن راشد بمفتاح الشامسي شوف نوعيات النخلي شوف فكرة التهجين في النخلي فكرة رجل مخلوق من طين لكن فاق الوصف حده الله يا سلام الحذاف الدباوي الحذاف خلاص تهانينا لبمفتاح مطر بن راشد بمفتاح المركز الثاني وصل فيه الدباوي محمد بن عبيد بن يزرب العامري انا اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ترباني رجل الوطن ماذا
نعمة 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 العمر غاني يوم كتابنا ولحنا في الدار عاد بطل الحالي من دونها ما تحصلنا في حكمة الإنسان يحصل.